إذن هذه لقطات حية مشاهدينا الكرام من البيت الأبيض استقبال الرئيس الأمريكي. We agree on so many things. I just want to let everybody know, in case there was any doubt, that we are very much behind President El-Sisi. He's done a fantastic job in a very difficult situation. نساند كل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد قام بالكثير من الأشياء الرائعة في وقت صعب للغاية، ونحن ندعم مصر كذلك والشعب المصري والولايات المتحدة الأمريكية. ترى أن مصر كذلك داعم قوي لها، ونحن كذلك سوف نتحدث اليوم من أجل أن نرفع من مستوى التعاون العسكري بحيث يكون أعلى مستوى. نحن نجدد القوات المسلحة لدينا إلى أعلى مستوى، وسيكون هذا أكبر من أي وقت مضى، وهذا ما نحتاجه. وفقط أود أن أقول لسيادتكم سيادة الرئيس أن لديك صديق كبير لي وللولايات المتحدة الأمريكية. سمت الرئيس، اسمح لي ان انا اشكرك على دعوتك ليا لزياره الولايات المتحده الامريكيه، والحقيقه دي اول زياره ليا رسميه للولايات المتحده الامريكيه منذ توليها المسؤوليه. والحقيقه سمت الرئيس كمان دي اول زياره يمكن من 8 سنوات لامريكا. Your Excellency, allow me to extend my thanks and appreciation for your kind invitation for me to visit the United States. Actually, this is my first state visit to the United States since my inauguration in office. And as a matter of fact, this is the first visit in 8 years from an Egyptian president to the United States. Right. فقمت الرئيس منذ التقيت بك في سبتمبر الماضي ولقد رحلت عليك. وإعجابي الشديد بشخصية الرئيس المتفردة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. هذا الفكر الشيطاني الخبيث الذي يقتل الأبرياء ويدمر الشعوب ويروع الأمن. فهمت الرئيس، بكل قوة بكل استقرار بكل وضوح، ستجدوني أنا ومصر بجانبك في تنفيذ هذه الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. Your Excellency, since we met last September, I've had a deep appreciation and admiration of your unique personality, especially as you are standing very strong in the counter-terrorism field. To counter this evil ideology that is claiming innocent lives, that is bringing devastation to communities and nations, and that is terrorizing the innocent people. Your Excellency, very strongly and very openly, you will find Egypt and myself always beside you in this, in bringing about an effective strategy in the counter-terrorism effort. النقطة الثانية أو الموضوع الثاني بخامة الرئيس، هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن، لأنه متأكد أن بخامة الرئيس هيستطيع أن ينجزها. The second point, Your Excellency, is that you will find me supporting you very strongly and very earnestly in finding solution to the problem of the century, and I'm quite confident that you will be able to bring a solution to this issue. We will, and I tell you, we will. Yes. Thank you. أؤكد لك. We will do that together. سوف نفعل ذلك معا. سنقاتل الإرهاب وسوف نكون أصدقاء لفترة طويلة طويلة جدا. لدينا رابطة جيدة جدا مع أهل مصر، وأنا أتطلع للعمل مع سيادة الرئيس، وأنا سأعلم أن هناك ستكون محادثاتنا مثمرة وستبدأ الآن في غرفة المؤتمرات. مرة أخرى أشكر سيادتكم على الحضور، وأتطلع إلى وجود علاقة طويلة وقوية بيننا.